الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أن محاولة تهرب ضريبي تسببت بهدر للمال العام بقيمة 14 مليون دينار في ميناء أم قصر الشمالي. وقالت الهيئة إن منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط 8 حاويات حجم 40 قدما في بوابة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، أنجزت معاملاتها من قبل مركز جمرك أم قصر الشمالي. وأضافت أنه بعد التدقيق اليدوي للبضاعة والإلكتروني المستندات المرفقة تبين عدم وجود شهادة المنشأ وشهادة فحص ومطابقة ووثيقة إطلاق، وتم استغلال كتاب الإعفاء لغرض التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية. أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن العجز في الموازنة يؤثر سلباً على الدوائر المنتجة في العراق، وأوضحت اللجنة أن العجز في الموازنة يؤثر سلباً على الدوائر المنتجة، ما يتطلب مواجهة الواقع والاهتمام بالقطاع الخاص وإشراكه مع القطاع الحكومي وتفعيل خدمة الجباية والرسوم والوصول إلى حلول جذرية للمضي برؤية مشتركة والسعي لإنهاء حالة ترحيل المشاكل والعمل على القضاء عليها من خلال تحديد المسائل المهمة وفقاً لخطوات عملية. تراجع العراق مرتبتين عالمياً بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود ليصل إلى المرتبة 13 عالمياً بحسب موقع Global Petrol Bridges. وقال الموقع إن العراق تراجع إلى المرتبة 13 بعد أن كان بالمرتبة 11 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول، بعد أن بلغ سعر البنزين المباع محلياً وبواقع 573 سنتاً للتر الواحد خلال شهر أيار الحالي. وبحسب الموقع فقد جاء العراق بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الأولى بأرخص أسعار البنزين المباع حالياً وبواقع 4 سنتات، تليها إيران ثانياً ومن ثم ليبيا وثم أنغولا والجزائر خامساً والكويت سادساً ثم مصر سابعاً. قال البنك الدولي إن الصين في مأزق في قضية إعادة هيكلة الديون المستحقة لها على الدول النامية التي تعاني من محنة. وأضاف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أنه من جانب الصين فإنهم يعملون لمحاولة جمع كل دائني تلك الدول معا في موقف منسق، لكن لا يزال هناك طريق مسدود فيما يتعلق بالتقدم المحرز. وكان البنك الدولي رئيساً مشاركاً إلى جانب صندوق النقد الدولي والهند التي تستضيف مجموعة 20 للمائدة المستديرة العالمية للديون السياسية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشهر الماضي. تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة بعد أن أظهرت بيانات القطاع زيادة مفاجئة من مخزونات الخام الأمريكية، وانخفض خام برنت بمقدار 16 سنتاً إلى 77 دولاراً و28 سنتاً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً ليصل إلى 73 دولاراً و51 سنتاً للبرميل ليقلص مكاسب الجلسة السابقة. وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3,600,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 5 من أيار، فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399,000 برميل حسب ما أفاد معهد البترول الأمريكي وفقاً لمصادر في السوق. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.